معشر الآباء والأمهات، إن الكلمات التي تسمعونها لأبنائكم كل يوم هي من تربي وتبني من شخصياتهم، هي أيضا من تقدمهم للمجتمع. فأبناؤكم اليوم هم حصاد كلماتكم في الأمس، ورصيد نتاج أبنائكم في الحياة هي الثقة التي يتلقونها منكم كل يوم. أخبروا أبناءكم أنهم أقوياء بمبادئهم وأعتقوا سراحهم من الشك. تقول إحداهن: إنني ضحية لفرط الشك من عائلتي، أدفن رأسي كلما سمعت صوتهم حتى لا أتلقى شكوكا جديدا، وأشعر أنني مقيدة بحبال الشك أينما ذهبت، وأشعر أنني دائما على خطأ، وأنا التي ما زلت أشد الناس حذرا من الوقوع به. لقد أصبحت أبرر ما لا يحتاج التبرير لأرضي شكوكهم التي ابتلعت ثقتي. والداي، إن لم تؤمنا بشخصيتي فكيف سيؤمن بالمجتمع؟ إن ثقتكم بأبنائكم هي ثقتكم بتربيتكم، وأنكم نجحتم في خلق جيل صالح مهما اختلط بالناس يبقى الوازع الديني يحميه، فالزهر لا يفقد رونقه مهما جاور الصبار. واجعلوا أبناءكم عظماء في أعينكم، لأنهم حينها لن يجرؤوا على السقوط. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.